أكدود نحي عزانة جعام الجمعية وجماك أيت ودريم الأرشيف نسنا تغاما كذكرى اللي رناوين غماس إي ويزاد نو المقاري ويزاد يستوهمان سلوى ناكل غلا غماس ندو اسم ني المرحوم اللي فان كي كان المنطقة إبراهيم كريم رئيس اتحاد جمعية أيت ميلك. هذه السنة نحتفل بالدورة الرابعة لمهرجان وزن المقار الذي يصادف إحياء الموسم الولي الصالح سيدي سعيد ومسعود. دورة هذه السنة غنية بفقرات فنية ثقافية بالفولكلور. اليوم كما تتبعتوا معنا سهرة فنية برئاسة رائد الأغنية الأمازيغية ورائد الأغنية في أيت ميلك الرئيس إبراهيم بيهتي الذي شرفنا بأغانيه الخالدة. تتبعنا كذلك أحواش أجماك أيت ميلك. رجعنا نيوير جوز رجع من الشهد اللي كيحصل نيوير رجع اريد اللي تيلي شهر سعود نسكوشا كنا كناو مدو اللي سنتمدو على حسب المهرجان باش نحضر غادي نحضر الحمد لله غادي وين كيش مثل الخطور النص يفوق بارك الله يفولكي نتمنى اللي قدام الزحية يفوت ان شاء الله يحتنا ربي مي باب نسيق انتيتي you